السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم هند وفاتي. نتمنى نلقاكم في أحسن الأحوال. بالنسبة لوصفة اليوم غادي نحضر معكم كخيب حلو مالح بخليط واحد. بالنسبة للمكونات عندنا بصلة، جوج بصلات مشلضين، 250 غرام ديال اللحم المفروم، كفتة، عندنا ثلاثة البيضات، ملعقة كبيرة من الزبدة، قليل من الزعتر المطحون، عندنا الثوم المجفف، كيس من الفانيلا، زيت نباتية، ملعقة من الملح صغيرة، ملعقة من التحميرة بابريكا، ملعقة من الكمون والقزبر مطحون، عندنا نصف لتر من الحليب وكأسة من الدقيق بعبر كاس العنبة. بسم الله، أول شيء كناخدو الخلاط، كنضرو البيض، نضيفو ملعقة كبيرة من الزبدة، الزبدة ديال الأكل، نضيفو القليل من الملح، نضيفو الدقيق، كأسة من الدقيق، نضيفو نصف لتر من الحليب. نخلطو الخليط، بعد ما خلطنا الخليط دابا غنقسمو الى قسمين، غنديرو الخليط الاول الحلو والمالح، غنوضع نصف نصف هنايا، غنخلي النصف، بالخليط المالح غادي نضيف ليه القليل من الزعتر، غنضيف القليل من الملح، نضيف قليل من الفلفل الأسود، ودابا بعد ما خلط الخليط المالح غادي نخليه يرتاح نص ساعة، بالنسبة للخليط الثاني نضعوه في الماء، كيس من الفانيلا، نضيف ملعقة كبيرة من السكر، على حسب الذوق، غنخليو الخليط الثاني يرتاح نص ساعة ونحضرو الحشوة ديالنا. كناخدو مقلاة كنضعو فيها القليل من الزيت النباتية، كنضيفو بصل،
بعد ما وضعنا البصل غادي نوضعو على النار، دابا غادي نغطيو عليها ونخليوها تشحر. دابا بعد ما شحرت لينا البصلة كنضيفو اللحم المفروم كفتة، دابا بعد ما وضعنا الكفته كنضيفو الملح، قليل من الملح حسب الذوق، كنضيفو القليل من الكمون، كنضيفو قزبر مطحون، والقليل من الفلفل الأسود، كنضيفو التحميرة، بابريكا، كنضيفو القليل من الثوم المجفف، كنضيفو قليل من الزعتر المطحون، دابا كنغطيوهم يطيب. دابا بعد ما طابت لينا الحشوة مزيان خليوها تنشف شوية، دابا غادي ندوزو نحضرو الكريب ديالي. الكريب ديالنا كناخدو مقلاة كنوضعو فيها الخليط ديالنا، هاد الخليط الحلو، وعاد غندوزو الملح ان شاء الله. ثم دابا بعد ما طاب لينا كنقلبو على الجهه الاخرى، كندوروه مره مره باش يتحمر لينا على الجواه كاملين. دابا كنحيدوها على اول وحده، كنديروها في منديل، دابا كنضيفو الثانيه، وهكذا كنمشيو معاهم وحده بوحده حتى كيطيبو كاملين، وكذلك كنديرو نفس الطياب المالح، وتنتلاقاو ان شاء الله. ها الكريب ديالنا ها هو، انا دابا غادي نعمرو، نبدا بالمالح، غادي نعمرو بالحشوه،
بهذا الشكل هذا. دابا غنحطرو الثانيه، ما كنحمروهش بزاف حيت مازال غادي نعاودو نحمروه في المقله. دابا كندوزو للثالثه، كنعمرهم كاملين. دابا غنحضروا السيجار، اي شكل بغيتو تحضروه حضروه. دابا كنحمروهم، كنحطوهم سخان، هانتوما حتى كيتحمروا لينا مزيان. دابا غنحضروا الكريب الحلو، غنزينو بالشوكولات بالشوكولا. يمكنكم تضيفوا الموز او اللي بغيتو. غادي نضيف الكاوكاو او اللوز مهرمش. هالكريب ديالنا ها هو، كنكونو استفدنا بجوج انواع الحلو والمالح بخليط واحد. كنتمنى ينال اعجابكم. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الاعمال، والى فيديو قادم ان شاء الله.